السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وفي احسن احوالكم. كما كتشوفوا معايا فيديو جديد على القناه في مجموعه من الموديلات ديال الشلامه المغربيه. فهنا كما كتشوفوا معايا الجلبه هذه اللي هي بالقميص ديالها، شوفوها معايا الخدمه ديالها اللي هي غزاله ما شاء الله. شوفوا معايا طريقه الخدمه ديالها، الفصاله ديالها كذلك. شوفوا لي هذه كذلك، شوفوا لي حتى التناسق ديال الالوان كيف جاكم. هذا التناسق رائع جدا. شوفوا الغزال ما شاء الله، شوفوا الخدمه ديال المعلم. وهنا الفصاله ديالها مخزنيه كما كتشوفوها. ومشوف هاد الموديل هذا اللي حتى هو جا غزال ما شاء الله في هاد اللوين هذا. شوفوا معايا طريقه الخدمه كذلك، هي غزاله ما شاء الله. فكنتمنى يعجبكم الفيديو، كنتمنى تكملوا لا فيديو حتى الاخر هكا باش تعرفوا على جميع الموديلات اللي حطيت في هاد لا فيديو، تعرفوا على الجديد اللي كان في الجلابه المغربيه واللوينات كذلك والتناسق ديال الالوان. شوفوا معايا هاد اللوينات هادو غزالي ما شاء الله كيحمقوا. شوفوا معايا الجلابه حتى هي مزيونه كي جات انيقه. شوفوا معايا الخدمه ديالها كذلك، معايا خديمه والفصاله ديالها و شنو باش مخدومه هنايا. وهذا موديل اخر كما كتشوفوه معايا. شوفوا معايا الخدمه ديال المعلم وفصاله ديال الجلبه كي جات فجات كتحمق مزيونه ما شاء الله. فهنا على فيديو كيقربكم اكثر لهاد الجلبات هادو ولهاد الموديلات ديال الجلبات. فكنتمنى تكملوا لا فيديو حتى الاخر هكا باش تعرفوا على الجديد ديال الجلابه المغربيه. وما تبخلوش عليا بالضغط على زر اعجاب.